صباحكم الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة يوم الخميس من برنامجكم الصباحي شمس البحرين. وهذه الحلقة دائما تكون حلقة خفيفة ومنوعة أكيد في صباح الخميس. أصبح عليك بالخير صباح حازم. النور والسرور إيمان. صباح يوم الخميس، نهاية أسبوع وإجازة الكل ينتظرها. أول شيء أصبح على طبعا مشاهدينا الكرام، مثل ما قالت إيمان إن شاء الله تكون الحلقة اليوم خفيفة وفيها فقرات متنوعة مثل ما مجهز لنا فريق الإعداد. في البداية مشاهدينا نذكر بضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية والمسؤولية الوطنية التي تحتم على الجميع الالتزام فيها لمواصلة التصدي للفيروس والتعامل معه في كافة مراحله بحسب الخطط الموضوعة حتى يتم القضاء عليه. فعلا حازم، المسؤولية المجتمعية تتطلب من كل شخص حتى أقاربه ومنهم بمحيطه على التزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية خلال الأسبوعين القادمين نلتزم للبحرين. أكيد إيمان، مسؤولية كبيرة صح. علينا، وإن شاء الله يا ربي تعدي هالأزمة على خير وترجع البحرين نفس ما كانت وحسن. وفي هالصباح مجهزين وايد فقرات حلوة، لكن نبتديها مع شيف ريم جودر، المطبخ الصغير. نشوف المطبخ الصغير، اي والله نستانس عليها الطريقة العفويه وجمال اسلوبها. أيوة صراحه، اي والله، ولا تقول هاي جايز. اكيد ننتقل حق هذا التقرير مع ريم الجودر، راجعين لكم. صباح الخير اعزائي المشاهدين، اليوم بسوي لكم فور تشيز باستا. والمكونات عندنا باستا محشي بأربعة أجبان، عندنا فلفل أسود، أوريغانو، زيت الزيتون، موزاريلا تشيز، وعندنا جبنة الشيدر، بلين ماجي، وعندنا ثلاثة من زبدة، نوعين من المشروم أبيض بني، عندنا حليب، كريمة، غلاصين كريمة. يلا نسوي الطبخة. اوكي جايز، بنسوي الطبخة الحين. بنحط اول شيء الزبدة والزيت الزيتون، الحين زبدة الزيتون راح نخلط. اوكي جايز، الحين بنحط الثوم. نحط المشروم، اوكي جايز احب احط الفلفل، بحط الاوريغانو، بخلط، بنحط ماجي، بنحط اثنين ماجي، احب نحط الكريمة، وبنحط الحليب معاهم. بنحط الجبن، وبنحط الموزاريلا، شوفوا شلون قوامه، وبنخليه تتسكر. اوكي جايز، احب اضيف المعكرونه، شكلها وايد لذيذ. الحين جايز بنغطيها تقريبا لين تتشرب الصوص وبنرجع لها. اوكي جايز، طبختنا جهزت، شوفوا شكلها. الحين بنزينها بالاوريغانو،
وشوية من البقدونس وتشيري توميتوز. هاي شكلها النهائي، وايد حلوة وبسيطة، ونشوفكم في الأسبوع الجاي. مع السلامة. نشكر أكيد ريم الجودر على هذه الفقرة الجميلة، فعلا طباخها وعفويتها البسيطة، وهذه طبختنا جاهزة جايز. يعني أسلوبها هو اللي يحببك في طريقة الطبخ. صح. احنا كم مرة طلبنا أن هي تكون موجودة. أي والله، إن شاء الله تكون عندنا موجودة عشان نستمتع معها بالحوار. أي شوي والله. غير لنا أجواء هنا في الاستديو. إن شاء الله. ممتعة صراحة جدا، وما شاء الله طباخها بعد حلو، يعني بين عليها ما شاء الله أنها متمكنة. ودنا نضوق بعد إن شاء الله ليات في الاستديو نقول لها تجيب لنا شيء. أنا وبخالد بعد يعني مسويين دايت صار لنا فترة، فنتمنى متزمين في الدايت بخالد. إيه أنا لا. مشاهدينا ان شاء الله الحين راح تكون يانا فقرتنا الفنيه، وهي اكيد عن شاب بحريني ورث الفن عن جده وابوه، فبعد وفاه والده اقسم بان يحافظ على هذا الارث الفني الثمين من خلال ممارسته للفن وتطويره حتى يصل الى الاحترافيه، حيث تتلمذ على يد والده واقربائه حتى صقى موهبته الفنيه واصبح فنان تشكيلي لديه مشاركات كثيره في معارض محليه ودولية. خلونا نتعرف أكثر على ضيفنا في الاستديو الفنان عمر الخاجة. صبحك الله بالخير. صباح النور. يا هلا يا مرحبا فيك عمر. أهلا. صباح النور والسرور عمر، بداية رحب فيك، وخلنا نتكلم شوي عن بداياتك، شلون انطلقت وشلون أخذت هذه الموهبة من عند أجدادك. والله بداياتي كانت هواية طفولة، يعني كنت أرسم دائما يا ولد عمي سكتشات، يعني اشياء بسيطه. فتقريبا تميت لي 2012 امارس ذي الشيء، بس كله على ورق وعلى ذي، ما اعرف شنو المدارس، شنو يعني تاريخ الفن، ما كنت ما اعرف شيء عنه. اللهم بس ايه سكتشات الموهبه موجوده. ايه ففي 2014 بعد وفاه الوالد الله يرحمه قلت لازم اطور من نفسي. طورت ايه فدشيت، يعني تميت ابحث عن اللي هو المدارس، شنو تاريخ الفن، شنو الفن اساسه، وين طلع الفن، من اكبر الفنانين، من فتميت اثقف نفسي بروحي. ما صار انه نصيب اني ادرس مثلا فنون او شيء، لكن درست، حاولت انك تبحث وتدور الدراسه الذاتيه. جميل الايمان لما الواحد يحاول انه يطور من نفسه في مجال هو حابه وهو مبدع فيه. يعني ما شاء الله عليك عمر، انت تنتمي الى المدرسه الواقعيه والسرياليه، فخبرنا شنو الفرق بين هذه المدرستين؟ المدرسه الواقعيه هي اللي ترسم الشيء اللي قدامك تشوفه، يعني ما تغير فيه ولا شيء، نفس التصوير هو مثل ما يقولون الواقع تنقله. إيه. مثل ما يقولون التصوير والرسم الواقعي اخوان، يعني نفس الشيء. اما السرياليه هي تعتبر فوق الواقعيه. يعني نشوف، يعني مثلا ترسم تبي تعبر عن شيء فيك، مثلا كرسي احنا نقول مثلا، شلون انا اخلي ابين حق الناس طريقه التوحد شنو؟ مثلا احط كرسي بروحه، ما احط كرسيين، يعني نعرف الانسان اجتماعي بحد ذاته، يعني اذا حطيت كرسيين باين ان ذي الانسان اجتماعي، ما حطيت كرسي واحد انا قاصدي انه انطوائي وفي نسبه من التوحد. ها يعني الرساله غير مباشره. غير مباشره. ما تكون مباشره. يكون فيها رموز بس يكون مبالغ فيها. السرياليه يعني استعملوها ايضا في الشعر العربي وايد. يعني تدخل في جميع المجالات السرياليه، ما تدخل يعني تختص في الرسم مثلا، لا في الافلام، في الشعر، في وايد يعني اشياء تدخل حتى في الروايات. يعني انا اتوقع ان السرياليه هي المتدارجه اكثر، انا ما كنت اعرف ان هاي اسم الفن هذه او الطريقه او الرساله ذي السرياليه. يعني عمر، هل انت ذكرت في بدايه حديثك ان انت حاولت تثقف من نفسك وتعرف وتتعلم عن المدارس، هل مهم على الفنان هو يثقف نفسه او يكمل دراسته فنيا ام الموهبه تكفي؟ يمكن في ناس ما يقدر انه يكمل دراسته، بس الحين عندنا نت كل شيء فيه. صح. ومن وجهه نظري يعني انا اشوف لازم انه يكون الفنان يكون مثقف شوي، عارف
عارف يعني نبدأ عن مثلا تاريخ الفن شنو، من دورس الفنيه، من وين طلعت ذي المدرسه، من اشهر رسامين. لان اذا بتروح مثلا معرض بتشارك او شيء، في نقاد وايد في المعارض، في ناقد يصيدك قسلك يعني مثل ما يقولون يعني بيصيدك اسئله بتوهق ما بتعرف شنو تجاوبه، لان انت اصلا مو مثقف، ما عندك لازم يكون عندك خلفيه لازم يكون عندك او اساسيات الرسم أساسيات بشكل عام. يعني ما شاء الله عليك يا عمر، شاركت في الكثير من المعارض سواء في مملكه البحرين ولا المملكه العربيه السعوديه، فكلمنا عن هذه المعارض وشلون استفدت من وجودك في هالمعارض. والله في معارض صادني فيها احباط ومعارض لا بالعكس يعني صادني تشجيع منها. اول معرض شاركت فيه شفت يعني اشياء قريبه يعني رسومات اول مره تمر علي يعني ما شفتها من قبل. مثلا الحين مجال التشكيله الحين وايد منتشر عندنا في البحرين، تعرفت يعني على وايد ناس كبار فنانين منهم خليفه شويطر، ويعني صار عندي معارف وايد يعني. والمشاركه اللي في السعوديه كانت اول مشاركه لي يعني، تعرفت على شعراء من السعوديه يعني في اشياء كنت ما اعرف يعني. مثلا مره ياني واحد عن صقر قال لي هاي الصقر ذكر ولا ناثيه، قلت له ما ادري يعني انا شفت الصوره رسمته. عقب نهايه المعرض ياني قال لي شوف بعلمك شيء، قلت له شنو؟ قال لي راس الصقر اذا ناثيه اي مداوح، اما اذا ذكر اي سيده وعينه حاده، فالناثيه تشوف ان فيها حنان وذي في شوي قوه يعني حاده النظره شديده. فاخذت معلومه جديده. اي فهاي معلومه جديده انا ما اعرفها يعني، بس انه وهاي اهميه المعارض اللي هو تبادل الخبرات والمعلومات فيها. عمر بما ان انت ذكرت طبعا الفنان خليفه شويطر، انت احد مؤسسين مجموعه شويطر الفنيه، تكلم شوي عن تاسيسكم وشلون بديتوا واهدافكم من وراء هذه المجموعه. البدايه كانت يعني خليفه شويطر في احد المعارض كان صايدين احباط، تم يشجعني يكلمني قال لي ايش رايك اسوي مجموعه؟ قلت له حلو انا وياك. فيوم ما كان عندي مشروع حق الجامعه في المتحف العسكري، كنا انا وخليفه وثلاث فنانين كنت ما اعرفهم، فتعرفنا على بعض نفس اليوم في الليل في 2018 اتذكر عيد الجيش، كان سوينا شو اسمه مجموعه. بس من عقبها استمرت المجموعه صارت ثلاث مجموعات حاليا، عندنا مجموعه اللي هي تحت ال 18 سنه ومجموعه من 19 سنه ل 30 سنه ومجموعه من 30 سنه فما فوق يعني. حلو، على فئات عمريه مختلفه. ايه وكل مجموعه حاطين فيها اداره وفيها ناس يعني. جميل. ما شاء الله. احنا ودنا نسالك عن هذه اللوحه عمر، نتكلم عنها شويه. هذه اللوحه مين اللي راسمها؟ هذه هاي انا راسمها، هاي يدي الفنان يوسف قاسم خواجه. طبعا هاي الصوره كانت اسود وابيض قديمه كلش يعني، فانا حاولت اطلع الالوان. حلو. ايه فرسمته مو بس ذيك اسمه، رسمته من يوم هو صغير ليه ما شاء الله مراحل كلها مراحل عمره كلها موجودين عندي يعني. حلو ما شاء الله. واللي عرفنا انه هو موظف ايضا كان في موظف سابق وزارة الاعلام. زين خلينا نتكلم شوي عن اللوحات الموجوده عندك هنا يا عمر. دائما اشوف الملامح معتمد على الملامح الحاده شويه، تحب توجه رساله ما ادري شنو الرساله اللي انت تبيها، ولكن اغلبيه اللوحات فيها ملامح حاده. اي نعم يعني انا طبعا لوحاتي اكثر شيء اتكلم عن نفسي ما اتكلم عن شخص ثاني. يعني ساعات في اشياء تبي تقولها بس ما تقدر. صح. فانا استعمل الرسم انه في شيء ابغى اوصله بس انه ما للتعبير عن أيه المشاعر من خلال ما اقولها بشكل مباشر. حلو. يعني عاده من وين تستلهم افكارك حق الرسم عمر؟ هل تشوف صوره وتحب تقلدها او ترسمها ولا لا انا احب في مخيلاتك اشي مخيلتي يعني. في صور يعني حق انه ما ابتعد عن الواقعيه استعمل صور ساعات. بس انه احب اكثر شيء ارسم شيء من خيالي. حلو. زين خلينا نتكلم شوي عن النقد الفني. انت دائما اشوفك مهتم في عالم النقد. وحاول دائما تحاول تثقف نفسك على اساس ما تتعرض الى نقد شديد. هل النقد الفني يطور الفنان ولا في لحظه من اللحظات يحبطه؟ هو في عندنا نوعين من النقد، نقد بناء ونقد الهدام. مثلا في شخص بيك بيقول لك سيده بيهجم عليك، بيقول لك هاي اللوحه مثلا الوانك مو حلوه، الوانك اوفر، الوانك
هذه ما بتتقبل يعني كفنان ولا كرسام، وانا قعدت 4 ساعات 5 ساعات خلينا نقول 10 ايام على لوحه، وانت بتيني مره واحده تنتقدني تهاجمني، فهاي شيء محبط يزعل. في وايد ناس هدوا الساحه الفنيه بسبب هذا الشيء. اما غير ان شخص ثاني لك مثلا حلو يقعد يقول لك اشرح لي اللوحه شنو، يعني يقعد يسولف وياك يعني بعدين يقول وجهه نظره، مثلا يقول لك لو طولت اكثر في اللوحه كان اعطيته كذي انه جماليه اكثر. اقتراحات يعني يعطيك، ما يبين لك ان انا قاعد انتقدك، لا انا قاعد انصحك. في فرق بين الانتقاد الانتقادين. في ناس صريحين وفي ناس تجامل، ولكن الصراحه غير جارحه تكون هي اتوقع. المشكله ان في ناس يجيك ينتقد ما يفهم يعني ما يعرف. يعني اذكر مره واحد يعني انتقدني، يعني يقول لي انا استعمل طباشير وايد، قال لي طب هاللون لون وكذي وانت استعملت الفرشه ما اعرف شلون. خليته يخلص كلامه، قلت له اخر شيء الطبشور ما يستعملون ويا فرشه، هاي طبشور شلون استعمل يا فرشه. ففي ناس ما تفهم، بس ما تفهم في السالفه إيه بس احنا والله اليوم يعني بعد احنا يمكن ما نفهم وايد في الرسم، بس نبي نعرف شنو راح ترسم لنا اليوم. بنرسم خيل ان شاء الله. بالطبشور بعد؟ لا زيتي بالفرشاة هالمرة. اوكي اذا نبتدي نرسم خليك ترسم وتاخذ راحتك. ما عليه، احنا اكيد بنرجع لك عمر في نهاية الحلقة عشان نشوف الشكل النهائي حق الرسمة ان شاء الله. تاخذ راحتك ان شاء الله، نستأذن منك نكمل فقراتنا. ايش عندنا الحين؟ نروح الى الاغاني والاعمال التلفزيونية المحلية اللي فيها ذاكرة مبهجة يحن لمشاهدتها العديد من المتابعين، ودائما ما تبقى صدى في هذه الاعمال عالقه في الاذهان من مشاهد وكلمات لاغنيات حفظناها ورددناها من واحنا صغار. وفي هذه التقرير راح نتعرف على عمل مميز من انتاج تلفزيون البحرين. تابعوا لنا عوده. قند راسك بقهوة مصبح. يتكون مسلسل البيت العود من حلقات منفصلة، وفي كل حلقة يتم تسليط الضوء على حادثة معينة حصلت في الزمن الماضي وسط أجواء وديكورات تعكس طابع المجتمع البحريني في حقبة التسعينات. ويتميز المسلسل بوقفات غنائية يختتم بها كل حدث تمت بالتعاون مع فرقة البحرين للفنون الشعبية. يعتبر مسلسل البيت العود هو العمل التراثي المحلي الأول اللي انطلق منه مجموعة كبيرة من النجوم وتبعتها أعمال تراثية كثيرة، والعمل من إخراج أحمد يعقوب المقلى وتأليف راشد الجودر وتمثيل نخبة من الفنانين البحرينيين. يا رجاء الله يا يمه، إيش كثر تعبت ويانا، والحين شو نسوي؟ خلنا نقول حق عمي ابو جاسم يساعدنا. عمي ابو جاسم جزاه الله خير ما قصر ويانا، ما يصير نتعبه بعد اكثر. عيل شو نسوي؟ ما ادري. الله على هالزمن الجميل، على هالذكريات الحلوه. يعني ايمان لما نشوف مثل هذه الذكريات والاغاني فعلا نتذكر ايام حلوه، ودائما ما تكون في بعض المقاطع من الاغاني موجوده وحافظها لا اراديا ترددها اول ما تسمع الاغنيه فعلا. يعني انا عن نفسي يعني صراحه وايد مستانسه على قناه بحرين الاول على الاشياء اللي قاعد يحطونها القديمه. كلنا مستانسين ايمان، مو بس بالذات الحين، حتى يمكن الجيل الحين لما يسمع بعض الاغاني يسمع ان احنا نرددها
تعرفون هالاغاني والله، تعرفون هالمسلسلات، ترى مسلسلات قديمه احنا تربينا عليها وعشنا وياها واستفدنا منها وايد الصراحه. اكيد اكيد ايمان، يعني كبرنا على هذه المسلسلات وعلى هذه الاغاني وعلى هذه التراث، وهذه تراثنا واحنا نفتخر فيه ونعتز فيه اكيد، ونحب الدراما البحرينيه سواء موجوده حاليا او القديمه ونتعلم منها. بلا شك اكيد. يعني مشاهدينا خلونا نطلع هذا الفاصل قصير وبعدها نرجع نواصل باقي محطاتنا وفقراتنا من برنامجكم الصباحي شمس البحرين. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا في صيف شمس البحرين. احيانا نحتار في اختيار المطعم والوجبه اللي راح نتناولها، لكن تطبيق كويك تيبل راح يساعد هالاختيار ويضمن لنا توفير الوقت والجهد. وللحديث اكثر حول هذا التطبيق تنضم معنا في الاستديو ساره احمد، المؤسس لتطبيق كويك تيبل. صبحك الله بالخير، يا هلا يا مرحبا فيك. حابه اصبح عليكم بالخير وشكرا على استضافتكم لي بالبرنامج. هذا واجبنا اكيد. سرور ساره. بدايه خلينا نتكلم عن فكرتك لهذا الابلكيشن او هذا التطبيق، شلون جاتك الفكره وشلون نفذتيها بهالسرعه ذي؟ الفكره جاتني لما انا كنت ادرس برا بيسكلي، فاول ما رجعت يعني حسيت ان انا احتاج بحياتي شيء اسهل علي، حجوزات الطاولات، اطلب اكلي قبل لا اوصل، لان انا ما كنت من النوع اللي يحب ينطر بالزحمه او انه وايد ينطر على ما الاكل يوصل. فانا ايش كنت اسوي؟ كنت اتصل بالمطعم احجز طاوله واقول لهم والله هاي الاوردر مالي جهزوا لي اياه، انا بوصل فور اكزامبل بعد 10 مينتس. فانا كنت اسوي هاي الشيء بحياتي. بعدين اللي بحكم دراستي انا دارسه اي تي اند بزنس، جاتني الفكره اني ليش ما اسوي هاي الايديا او شيء اللي انا ابيه بتطبيق واستفيد منه واخلي الكل يستفيد. يعني حسيت انه وايد بيكون يعني سهل على الناس انه يحجزون طاولتهم، يعرفون وين يبون يروحون، يعني مو باللي لاست مينيت يقررون اخر شيء يروحون ما في حجز ما في مكان. صح. يتغير البلان. سو هاي الاساس الفكره. حلو. وبديت من هنا. يعني من واقع تجربه انت عشتيها حاولتي تبنين هذا الابلكيشن، لكن شلون شفتي التفاعل ويا ساره في البدايه مع الابلكيشن؟ قصدك يعني مرحله التاسيس ولا مرحله التاسيس؟ التفاعل من الناس اللي حوالينك، هل كانوا يشجعونك؟ كانوا مؤمنين بهذه الفكره؟ وايد الكل كان حاب الفكره. يعني اكتشفت انه مو بس انا الوحيده اللي اعاني لما افكر اروح مكان، يعني هو بسبب المعاناه طلعت تطبيق على اساس ما تحس في المعاناه ذي مره ثانيه ولا تنطر دورها ولا. اي والله ترى صدق لما نروح اي مطعم حازم نواجه هالمشكله، يعني يا يقول لك مثلا مطعم ما في طاوله او ننطر 45 دقيقه لما يوصل الاكل، فهالتطبيق بيسهل لنا ذي الموضوع. وايد في ناس وايد مثلي اللي ما يحبون الاماكن الزحمه، فانا كشخصيه يعني ما احب اروح مكان احس يعني بنطر فيه وايد راح اوقف وايد. فاكتشفت ان الكل يبي هاي الفكره، الكل يعني عاجبتها، فتميت احط الافكار بالبدايه على الاشياء اللي انا ابيها. بعدين لما بديت يعني مرحله تطبيق الفكره اللي بروجكت، بديت يعني اسال الناس اكثر، افهم الناس اكثر شنو يبون، المطاعم شلون ذي اكت مع الكاستمرز، ففهمت الريل اكسبيرينس اللي قاعد تصير بالسوق الحين. يعني ساره ليش اخترتي هاي الاسم بالتحديد كويك تيبل؟ ليش ما اخذتي اسم ثاني مختلف، يعني نقدر نقول حجوزات مطعم او حجزك، او ايش معنى هالاسم بالتحديد؟ يعني انا يعني كنت ادور شيء يعكس الايديا اوف ذا اب، فانا ابي الاسم يعني يشرح نفسه، يشرح الايديا اوف ذا اب ويكون ايزي. يعني انا ما بحط اسم فور اكزامبل يكون وايد سبيسيفيك وانا حاطه وايد فيتشرز بالاب. فاخترت كويك تيبل. كويك تيبل يعطيك الايديا ان الطاوله بتوصلك بسرعه، كويك تيبل معناتها ان اكلك بيوصل بسرعه، يعني اقدر اي. فوايد اشياء تندرج تحت الاسم نفسه، فحسيت انه كان هاي البرفكت نيم حقي. وشنو الاشياء اللي ضمنها هالابلكيشن ساره بشكل عام؟ يعني الابلكيشن هو مينلي حق حجوزات الطاولات والبري اوردرنج، بلس ان احنا عندنا يو شير يور ريزرفيشن. فور اكزامبل انا بطلع معاك نروح نتعشى مكان، اوكي، فاسوي لك شير على البوكينج نفسه، فتضيفين يور اوردر، تدفعين الاوردر مالك بروحك او نقدر ندفعها از جروب. بلس نقدر نعرف وين الناس قاعد تجمع، وين الهوت سبوتس بالبحرين. حلو. اوكي هاي بيسكلي بيكون اوبشنال، لان اللي حاب فور اكزامبل يحط انه هو وين بيسكلي في هاي الوقت، فيعني يقدر يسوي هاي الشيء خلال التطبيق.
بليس عندنا تحطين اسمك على الويتنج ليست، يعني انا لما اعرف ان هاي المكان زحمه ما لي داعي اروح للمطعم عشان بس احط اسمي على الويتنج ليست. فاقدر اسوي هاي شيء ثرو ذا اب، واقدر بعد عندي ريمايندر كالندر يقدر يطلع لي حجوزات قبل حجوزات الحين. فهو بيسكلي صاير كنا يعني الاب يسوي مانجمنت على المطاعم والمطاعم. إيه والله حلو، يعني حازم لما نطلع جروب ما له داعي اتصل في كل واحده شنو تبين تاكلين بطلب لك خلاص. انت تقدرين تطلبين طلبي لك وبسوي لك شير الريزرفيشن نفسه. زين يعني اكيد الحين في الفتره هذه بعد ما انطلق التطبيق وعملتي فيه اكيد الناس في ردود افعال، في ناس تعطيش تعليقات، لو تعدلين ذي لو تسوين ذي، شلون تشوفين تفاعل الناس في هاي الفتره؟ اوكي انا بشرح لك هالبروسيس الحين. هو الابلكيشن ما طلع رسميا، هو راح احنا اعلنا عن الاب، بدينا نتواصل مع المطاعم، بدينا نوقع معاهم عقود، بس الاب ان شاء الله راح يطلع الشهر الجاي ان شاء الله باذن الله مع فتحه المطاعم. بس اوكي انا لما اعلنت عن الاب وايد جاتني ردود افعال، وانا يعني وايد انصدمت من هاي الافعال، ان الكل كان متحمس ومتشوق، يعني الكل قال لي عجبتنا الايديا. بس انا شو اللي استفدت منه اكثر في هاي الفتره؟ عرفت المطاعم شنو يبون اكثر. لان اوكي انا ككستمر اعرف شنو ابي واعرف الناس شنو يبون، بس اللي استفدت منه اني عرفت المطاعم اكزاكتلي شنو يبون، شلون يشتغلون داخل. يعني انا ككستمر ما راح افهم شلون الاوبريشن قاعد تصير داخل المطعم، شلون طريقه الحجوزات، شلون طريقه الاوردرات. فهاي اعطاني اكسبلوجر مع المطاعم اني اقدر اعرف هم شلون يشتغلون، هم شنو يبون من الكستمرز والكستمرز شنو يبون من المطاعم. فصار اني اقدر اسوي ايزي لينك بينهم. حلو، شلون شفتي اقبال المطاعم على الابلكيشن نفسه؟ يعني بالنسبه يمكن هاي تطبيق جديد نوعا ما، فهل شفتي المطاعم كانت مرحبه والشركات تبي تساهم وتكون جزء من هالابلكيشن؟ يعني ما شاء الله ما شاء الله الفيدباك كان حده اوكي، خاصه بوضع الكورونا. الحين وايد صار اللي الناس تعتمد على الحجوزات، تعتمد اي يعني ما اقدر اروح مكان الا وانا عندي حجزي. فالمطاعم يعني تحتاج هاي الشيء بالذات في هاي الفتره، مع ان انا وقت اللي اشتغلت عليه ما كان فتره كورونا اتقول. فصار انه صادف انه يعني الوقت اللي بطلع فيه الابلكيشن هو الوقت اللي فيه الكورونا، فصار يفيدهم بشكل اكبر. يعني هم ذي كان ايزلي مانجر ريزرفيشن، يقدرون يعرفون متى الاوقات اللي ما فيها كاستمرز، يجيبون كاستمرز اكثر، يقدرون يعني بيتخيلون كميه اللود اللي عندهم، بلس انه راح يخف الضغط على الموظفين نفسهم. يعني اقدر ثرو ذا اب اسوي ريكوست ويتر، فما لي داعي كل الويترز يفترون بالمطاعم او انا اتضايق من السيرفيس لانه ما في ويتر موجود، بلس اقدر اختار الويتر مالي اللي ابيه. فتعرفين صاير يعني كاستمايز حق بوث المطاعم والزباين نفسهم بشكل عام. يعني الخيارات مفتوحه. صح، عندك شنو تحتاجينه من في خلال هاي زيارتك للمطعم موجود في الابلكيشن. وبنفس الوقت الناس الحين تخاف تروح يعني توقف بالكيو او تنطر، يعني تبي تتاكد ان اذا راحت مكان تعرف انه لها طاوله، تبي تعرف ان هاي اكلها، خاصه ان الحين الوقت محدود. صح، يعني عندنا ما نقدر نقعد بالمطعم فور اكزامبل اكثر من ساعه ونص. فانا لما يعني بروح مع جروب عودة على ما نوصل كلنا على ما نقرر شو ناكل، يعني هاي راح يضيع اي من الوقت. ساعتين راحت عشان كذي، وساعه اكل هاي 3 ساعات، وساعه اللي ما نقوم ونمشي هاي 4 ساعات. ما راح يخلونك والسوالف راح تاخذ من الوقت. مشكلتنا احنا يعني مزومين بوقت فتره الكورونا ساعه ونص كحجوزات داخليه، فالابلكيشن راح يسهل هاي الشيء. وتقدرين تسوين في الابلكيشن نفس اكثر من حجز في نفس اليوم؟ اي 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 يصير اي كثر ما تبين. اقدر والله انا اتحمس متى ان شاء الله راح يتم الاعلان بشكل رسمي عن الابلكيشن. ان شاء الله ان شاء الله الشهر الجاي، فبعلن عنه ان شاء الله بعد بانستغرام وكل مكان. فاي ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق ساره. ان شاء الله في بعد وايد فيتشرز، بس ان شاء الله راح نعلن عنها بعد بالايام الجايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا لك ساره احمد مؤسسه تطبيق كويك تيبل، صراحه نفتخر فيك ونفتخر بهذا النوع من التطبيقات اللي فعلا راح تخدمنا وتساهم في سرعه هذه العمليه المهمه. هاي دليل على الشباب البحريني المبدع واللي يفكر دائما إنتاجية وبطريقة ابتكارية وإبداعية. والشكر عود لتمكين طبعاً، ما قصروا ويدعمون كل البزنسز، بلس عود الشكر لسمو الشيخ ناصر بن حمد على دعمهم للشباب. يعني الحمد لله في كل خطوة من الآب حسيت إنه يعني حسيت إن اللي في أحد أقدر أرجع له، في أحد أقدر أحصل منه سبورت، كدعم مادي كدعم معنوي كدعم حتى كأفكار بزنس.
يعني صراحة كانت تجربة وايد حلوة بالنسبة لي، وإن شاء الله يعني كانت ويت إني أطلع الآب بالسوق قريب. إن شاء الله شكرا لك سارة، نتمنى لك التوفيق. موفقة إن شاء الله. نروح إلى فاصل. فاصل. نروح فاصل وبعدها راجعين لآخر محطات حلقة يوم الخميس من شمس البحرين. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد من بعد الفاصل في فقرتنا الأخيرة لهذا الصباح. الطموح والتطلع للأفضل هو اللي يدفع الشخص للتطوير والتوسع في المشاريع بشكل عام. اليوم معنا مشروع لشابة بحرينية توسعت في مجال تقديم الحلويات، خولة زويد صاحبة مشروع Midnight Cravings. صباحك الله بالخير يا هلا يا مرحبا فيك خولة. صباح الله بالنور يا هلا ومرحبا. صباح النور والسرور خولة. في البداية يا ريت تعطيني المشاهدين شوي نبذة عن أنواع الحلويات اللي أنت تقدمينها أو اللي تعملين عليها. طبعا مشروعي اسمه هو Midnight Cravings، وهو مشروع منزلي متخصص في الحلويات بشكل عام. بدايته كانت مع التورت اللي هو الكاسترد تورت، شيء تميزت فيه واهلي وايد يعني حبوا، ويعني وربعي وايد يعني يطلبونه مني. فبعد يعني حسيت انه بعد اعجاب الاهل والربع في الموضوع، حسيت انه انا بفتح انستغرام وشاركه بالعام انه هم يعني اقدر ابيعها واقدر يكون يعني يكون مصدر دخل لي. فتميزت فيه ان انا حاولت ان اقدم شيء غير عن المعتاد من ناحيه الاحجام، وحاول ان اقدم نكهات جديده. نكهات جديده، واحنا قاعد نشوف ما شاء الله حتى في نوع ثاني لو بنتكلم عنه، اتوقع هذه من الانواع الجديده اللي دخلتيها. أي. من ضمن الحلويات اللي تشتغلين عليها صح؟ صحيح. وشو حسيتي اكثر نوع في اقبال عليه من قبل الزباين؟ طبعا اخر نوع دخلته اللي هو التشوكو تورمز اللي هو تشوفينه هناك. أي. التشوكو تورمز هو عباره عن يعني طبقات من الشوكولات، وبين كل طبقه ثانيه في خلطات يعني خلطات يعني حلوه. فيعني هاي اخر شيء نزلته وما شاء الله اكثر شيء خذ عليه الاقبال يعني من بد الاشياء اللي انا عندي. خلينا نشوف اللي هو هذه. اي الناس تحب الاشياء الغريبه. اي انا ما توقعت ان الناس تحب الشوكولات لهالدرجه يعني. والله انا من عشاق الشوكولات، من ساعه اقول حق حازم شكلي انا اللي بجربه على الهواء. اي والدايت ما علي الحين المدرب ما يشوفني. زين خولة، يعني الناس وايد يحبون نكهات معينة، هل ممكن توفرين نوع أو يعني مخصص على حسب طلب الزبون؟ أكيد. إي يعني الطبخ بشكل عام يعني ممكن الواحد إنه يغير فيه بين فترة وثانية، وممكن هو يغير من الطعم ومن الشكل. مثلاً التورت ندتش، في ناس مثلاً فيهم حساسية من فاكهة معينة أو ما يحبون فاكهة معينة، نقدر نغير الفواكه الفريش على اللي هو يطلبها. واحده من الاشياء اللي عندي اللي هو الكرامبل تشيز كيك اللي هو ميكس بيري تشيز كيك، شوي مختلف فيها الكرامبل الكريسبنس فوق الكيكه. ففي ناس ما يحبون طعم الحامض مال البيريز، ففي ناس يحبونها بس كرامبلز خالي يعني اشياء مقرمشه من فوق، وفي ناس يحبون نكهه ثانيه. طبعا على اللي يطلبون على الاذواق. طبعا الاذواق مختلفه يعني. طبعا خولة انت ما شاء الله فكرتي تسوين المني، دائما الحين احنا نشوف المني حق الجامعات حق الزوارات بشكل عام، حتى حق المناسبات يحبون المني اسهل. لكن هل فكرتي تسوين اشياء صحيه هيلثي؟ يعني احنا قاعد نشوف في مشاريع كثيره قاعد تركز على الحلويات اللي تكون هيلثي شويه. صحيح. هل فكرتي انك تدخلين هالمجال؟ المجال الصحي اكيد يعني سواء في المني اكيد ان شاء الله يعني بسويهم اكثر، مع ان الحين انا في وضعي الحالي انا قاعده اشتغل بروحي يعني. الاشياء الميني والاشياء الصحيه يبي لها وقت وجهد اكثر من يعني الاشياء الكبيره. فيعني ان شاء الله لين تعدل الوضع وصار عندي احد معي ان شاء الله بدش في الميني، واكيد بعدل على الوصفات الصحيه اكيد يعني هالشيء الحين مطلوب. فاكيد ان شاء الله. وانت تحبين تكونين يعني متجدده ومتطوره على حسب الزباين جداً. على حسب السوق اللي يبي جدا يعني. انا قبل لا ابتدي البزنس وايد احب اطلع على المواضيع هذه. شايف في طعم الشوكليت لذيذ ما تشوفني ترى. لا يوقف يسمونه الزباين لا يوقف ولا يوقف لا يوقف. راح الدايت خلاص. راح الدايت بس الطبقات اللي فيه حلوه يعني. اي متوازنه. شوكليت اي متوازنه. زين من يعني هل انت اخذتي دورات تدريبيه على اساس ان انت تطورين من نفسك، ولا بس مجرد انه في البيت وتتعلمين مع الوالده والاهل الموجودين؟ طبعا دورات للاسف لا ما خذيت، مع انه وايد خاطر ادش دورات خصوصا يعني الشيء يرفع من المستوى.
ما أخذ الدورات، بالعكس شيء بيضيف لشغلي، بيضيف للمستوى، لكن تعلمت بروحي ومع أمي، يعني معلمتي الأولى من أنا صغيرة هي أشوفها هي تطبخ، وأمي ما شاء الله عليها فنانة تخليني أشاركها. ما أعرف يعني أنا تغلبتي عليها ولا ليه؟ لا ما أقدر أقول شيء. الله يحفظها، عين تابعنا حين هي ترى. إيه ما أقدر أقول شيء. شيل بيت ترى. لا ما العين ما تعلى الحاجة طبعاً. عائلتي أنا بشكل عام يعني ما شاء الله خالي طباخ معروف، عائلتي بكلها مصاب، أمي وأبوي طباخين، ما هي في الجينات، بس أكيد في النهاية الشيء شغف، يعني الشغف إذا دش في يعني شغل أكيد واحد بيطور بيتعلم، والحين إحنا في عالم مفتوح يعني أي أحد يقدر يدش الإنترنت ويتعلم ويتعلم وواحد يجرب ويخطي ويرد يتعلم، فبهالطريقة الواحد يتعلم يطور مهارات. خبر أنتي حين تخصصتي صوب الحلويات أكثر، ما تفكرين صوب الموالح شوية؟ أي والله خاطري خاطرت. بس حاليا أحاول أن أثبت روحي في مجال الحلويات، أوصل حق الناس مستوى شغلي، يعني أكسب ثقة الناس أن ترى الشغل على مستوى يناسب الذوق وفي ثقة بيني وبينهم، بعدين إن شاء الله أدش على الموالح إن شاء الله بإذن الله. أحسابك في الإنستغرام خولة Midnight Cravings underscore BAT حق الناس اللي حابين يطلبون منك. أنا أقول لهم طلبوا الصراحة، لا يوقف لا يوقف لأنه صوب لذيذ ولا يوقف. أخوة ليش سبب اختيارك لهالاسم بالتحديد Midnight Cravings؟ طبعا المعنى الحرفي له Midnight Cravings اللي هو الخواطر اللي يتينا في نص الليل، ودائما الأشياء اللي تينا في نص الليل الخواطر تكون أشياء لذيذة ومو متواجدة وايد يعني وأشياء غريبة، فمن هالمنطلق قلت ان شاء الله يعني الحلويات اللي انا اقدمها واللي بحطها في الحساب تكون يعني من ضمن الاشياء اللي تمر على خاطر الواحد في نص الليل، فيا الاسم بدنايت كريفينز. بس خوله هاي نص الليل يروح الرجيم كله بي. عادي عادي يسوى، كل كالوري يسوى. الواحد يتعب نص ساعة كن ساعة كاملة ماشي عشان يحرق قطعة واحدة تراجع لها يوم اللي عقبه إن شاء الله ساعة زيادة رياضة. إن شاء الله. خولة تسوين طبعا تقليمات خاصة حق مثل مناسبات بالأحجام الكبيرة وكذي، ولا مكتفي بس مثل حق أشخاص معين أعداد معينة بالنسبة حق أحجام الكيكة أو التورت نفسها؟ هو طبعا التورت عندي أنا حين قدمت شوي سايز الفردي اللي هو يكون متوسط الفترة معينة عشان الناس تقدر تجربه، وفي حجم اكبر من الحجم اللي انا الحين تشوفينه قدامك الدائري، في اكبر حق عدد اشخاص اكثر. الكيترينج للحين ما دشيت علينا الحفلات اكثر، بس الحين يعني في ناس اوريدي تكلمني انه ترى حطي بوالك انه في هالفتره بنطلب منك كميه تكون في صواني، فاكيد بودش في هالمجال سون ان شاء الله. ان شاء الله. احنا اكيد بنرجع لك خوله، بس نروح حق عمر. عمر الخاجل الفنان، نشوف شنو اخر تطورات، وين وصل في الرسم. ها عمر كلمني عن الرسمة وشنو استخدمت عشان أطلع هالرسمة الجميلة. والله استعملت ألوان زيتية، ثلاث ألوان، أزرق والأسود والأبيض، استعملت أسلوب أنه أسيح اللون حق شكل سريع يعني تكون ما شاء الله عليك تفاصيل وايد، وقدرت تخلص الرسمة في وقت قياسي. هي صراحة يعطيك العافية، ولمسة كذي خفيفة بس يعني فيها جمالية صراحة، معبرة. إيش معنى الخير يعني؟ ما قلت أغير عن شباب. بس حلو إن أنت يعني اللوحة هي بحد ذاتها سودة صح، صايرة إنه لون الأسود، وبعدين حاولت إنك ترسم الخير بلون أفتح اللي هو رصاصي على أبيض إذا ما خاب ظني، فيها أزرق، في أزرق صح شوية. يعطيك العافية عمر، نورتنا وبدعت في هالرسمة، ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. أجمعين يعطيك العافية. هاي لوحة نهاية الأسبوع، نهاية الأسبوع، لوحة الخميس وكيكة الخميس. وراحة دايت يوم الخميس. اي والله. علي سويد بعد ما يبلى نقاف شناكل. اي والله. على الأقل يعني خلاص راحة دايت، بس يلا مو مشكلة. خولة يعني يعطيك الصحة والعافية. شوي نتكلم عن الأنواع اللي أنت تقدمينها غير اللي هو الموجودين عندنا، وأنواع الشوكولات اللي أنت تستخدمينها. طبعا الشوكليت انا اسوي ميكس بين شوكليت الحليب والشوكليت الدارك عشان يكون في توازن بالطعم، وطبعا يكون من كواليتي يعني ممتاز وعالي علشان يطلع النكهه بشكل افضل. زائد التورت زائد الشوكليت تشارمز عندي اللي هو قلت لك عن التشيز كيك المخبوز صح، اللي هو كرامبل تشيز كيك، دائما احاول في وصفاتي اضيف شيء غير معتاد يعني، وفي التشيز كيك نفسه في طبقات من البيريز مخبوزه معاها، وفوقها طبقة الكرامبلز اللي هو تكون كريسبي ومقرمشة مع كل يعني مع كل لقمة، فهاي شوي شيء مختلف. في الحين إن شاء الله أطباق جديدة بتنزل على الأكاونت.
ان شاء الله نتابعك عشان تشوف. خولي، هل انت من الاشخاص اللي تفضلين تدخلين الحلويات الشعبيه مثل الزعفران مثل الحلوى، هذه الامور في الحلويات اللي تسوينها، ولا تحاولين تبتعدين شويه عندها حق مناسبات معينه؟ جدا احب هاي النكهات الزعفران وذي، يعني الاشياء دي وايد احبها. لكن للحين يعني احس ان انا ببتدي بالبيسكس الكلاسيك، الاشياء الكلاسيك، ومع الوقت بدخل الاشياء الترديشنال في الموضوع. اكيد ليش لا، يعني ان شاء الله ننتظرك في رمضان. لا ان شاء الله في رمضان بسوي شيء حق الدايت الله يخليك. الدايت ان شاء الله معني موعدك، لان انا وايد يعني حاولت وايد ما نفع معي الدايت، بس تقدرين ان شاء الله كل شيء شوي شوي بتوصلين لمرحله تسوي كل حلوياتك حق الدايت وحق الناس الهيلثي ان شاء الله. كلنا ودنا بس صعب يا ابو علي. راح الرجيم. يعطيك العافيه خوله زويد، كل التوفيق والنجاح لك ان شاء الله، نياتنا لك ومن نجاح الى نجاح، وان شاء الله نشوفك صاحبة محل بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. يعطيك العافية خولة، نورتينا. وصلنا لختام حلقتنا للأسف. نراكم يوم الأحد. يوم الأحد. يوم الخميس خلص، أسبوع كامل راح. إن شاء الله نكون وفقنا في فقراتنا خلال الأسبوع كامل. إن شاء الله نقلنا صورة حلوة وجميلة للتقارير، وأيضا حق المواضيع اللي قدمناها في شمس البحرين. نشوفكم إن شاء الله يوم الأحد، ونقول لكم هابي ويكند. مع السلامة.